آخر أخبارنا ومصورات جدة يتفوقن على الشباب. في جدة أسدل الستار مساء أمس على صور الفائزة في مسابقة تصوير منتجات الأطعمة والتي أقيمت على هامش كرنفال الطهي في مركز المحمدية النموذجي بحضور العديد من عشاق التصوير والمهتمين، وجاءت النتائج بفوز ساحق للفتيات حيث حصلت نوف الغامدي على المركز الأول وضحى الغول على المركز الثاني، بينما تقاسمت أمل عمار وهبة النهدي المركز الثالث. والله كفو يا بنات، يعطيكم ألف عافية وفخورين فيكم دائما وأبدا، وألف مبروك لكل الفائزات بالمراكز الثلاثة، وأكيد هارد لك للي ما حالفهم الحظ هذه المرة. لا تستسلموا أبدا وإن شاء الله تحصلوا على المراكز الأولى في المرات القادمة. هذه كانت آخر أخبارنا اليوم، ولكن أكيد مكملين معاكم، وبعد الفاصل سلطنة الخميس مع الفنان عبد العزيز سعود. انتظرونا.